اللحظة دي تمثل كتير قوي في حياة الفنان. بالنسبة لحضرتك، هل ممكن اللحظة دي والقدر كبير من الحفاوة والصدق في التقدير ده، يعني احنا شايفين ناس صادقة قوي في تقديرها لحضرتك، كانت حقيقي بساطتك؟ كنت متوقع مبسوط؟ احكي لنا شوية عن تفاصيل اللحظة ما الحلوة انا دي. عايز اقول لحضرتك حاجه. انا ما يعني سعادتي لغايه دلوقتي غمراني لغايه اللحظه اللي بكلم فيها حضرتك، وبنام وانا مستريح البال جدا ان انا ما ضرتش حد ولا ضايقت حد، بالعكس الناس حباني وبيكرمني. لما الاقي سياده الاستاذه الدكتوره الفنانه الوزيره ايناس عبد الدايم تكرمني بهذا التكريم، يعني انا بعتبرته يعني كتير عليا، يعني درجه الدموع كانت نازله من عيني وانا قاعد، يعني شيء تكريم عظيم جدا. وعن مشوارك الفني، وهو ده اللي دايما، بما ان حضرتك بقى استاذ كبير ومثقف، يعني احنا يا جماعه طول البريك استاذ فاروق بيكلمني عن القرايه وعن قيم حلوه جدا كده. فالتكريم عن المشوار الفني، هل ده حياه تانية للفنان؟ يعني انا عايزه أشوف الزاوية اللي حضرتك شايف منها الحكاية دي. طبعا خصوصا لما أصل لسن زي اللي أنا فيه ده إعادة حياة، ده يعني فتحوا لي أمل جديد في إن أنا يعني أستطيع أن أقدم أيضا كثير وكثير. وبعدين تكريم، يعني أنا ما شفتش كده أبدا الحقيقة. ست الوزيرة يعني كرمتني مرتين، مرة في مهرجان القومي للمسرح من شهرين، ومرة في ده تكريم يعني. وفي حفاوة تقدير، وحضرتك ده تقدير مستحق. أتمنى أن أنا أكون مستحق، لكن يعني أنا سعادتي بالغة جدا وقوية جدا جوايا. دي صور التكريم اللي سبقه، احنا هو بنعرضها على الشاشة.